السلام عليكم، ايه الدنيا؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد في سلسله فيديوهات السيسكو سي اس. النهارده هنعمل نافيجيشن للسيسكو سي اس والسيسكو اس ام اي عشان نشوف ازاي نقدر نفعل السكيورتي سيرفيس والسيرفيسز الخاصه بالايميل سكيورتي. يلا بينا. هنفتح براوزر جديد، هندخل على اللينك اللي كان موجود في السكيورتي دوكيمنت اللي وصل لنا من السيسكو سي اس تيم. زي ما انتم شايفين احنا دخلنا على ESA رقم 1 لان احنا عندنا لينك تاني لل ESA رقم 2، هو نفس اللينك لكن بنغير ال ESA 1 دي ل ESA 2. عندنا 2 لوجن كريدنشال اللي هو واحد خاص بالكاستمر اللي هو ماينز 645 والباسورد الخاص بيه، وعندنا واحد تاني اللي هو بارتنر اندرسكور سيس انجينير، وهو ده واحد ثابت موجود دايما عشان يكون مع السيستم انجينير الخاص بالسيسكو بارتنر اللي هيبدا يسبورت الاورجنايزيشن او الكاستمر عشان يعملوا كونفيجريشن وانتجريشن مع الايميل سيرفيسز الخاصه بيهم. دلوقتي احنا دخلنا على السيسكو سي اس رقم 1. طبعا محتاج ان انا اوريكم المودز الخاصه بالكونفيجريشن، اقدر اغيرها من هنا. طبعا عندنا الهوستد كلاستر وهو متكون من 2 ماشين اللي هو الاي اس اي رقم 1 والاي اس اي رقم 2. دلوقتي احنا موجودين على الماشين مود زي ما انتم شايفين، وده الداشبورد الخاصه بالاي اس اي رقم 1. لو حبيت ان انا ادخل على الهوستد كلاستر مش هيبان معايا اي حاجة لان الداشبورد او المونيتورنج تاب اللي موجودة قدامنا الخاصة بالريبورتات والخاصة بالسيستم كاباستي والسيستم ستيتوس والحاجات الخاصة بالايميل سيرفيس كمونيتورنج تول دي ريستريكتد على الماشين ليفل. طبعا لو حبيت ان انا ادخل على الاي اس اي رقم 2 عشان اشوف المونيتورنج تول والريبورتات الخاصة بالايميل سيكيورتي رقم 2 هيكون ده الشكل من غير ما افتح اللينك الخاص بالايميل سيكيورتي رقم 2، وده موجود في الفيرجن الجديد اللي هو فيرجن 13. دي الداشبورد الخاصة بايميل سيكيورتي رقم 2. التابة الاولانية دايما في الاولد جي او اي لان احنا عندنا ده الاولد جي او اي، وعندنا الجي او اي الجديد اللي هو في اللينك اللي فوق اللي انتم شايفينه ايميل سيكيورتي ابلاينس از جيتنج ا نيو لوك وبيقول لي تراي ات ناو. طيب هنشوفه دلوقتي، بس احنا محتاجين نعرف ان المونيتورنج تاب الاولانيه دي خاصه بالماشين ليفل، بمعنى ان انا اقدر اشوف بس المونيتورنج والاوفر فيو والانكومنج ايميل والاوت باوند والفيروس تايب والحاجات اللي قدامنا دي كلها فقط على الماشين ليفل بالنسبة للإيميل سيكوريتي رقم 1 أو الإيميل سيكوريتي رقم 2، إنما كل التابس دي معظم الحاجات اللي فيها بتبقى على الكلاستر مود، إن أنا لازم أختار الهوست كلاستر أز مود وبعد كده أدخل على الكونفيجريشن اللي أنا محتاجها زي اليوزرز مثلا. وزي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي عندنا 2 credential هو minds 645 وعندنا البارتنر اندرسكور سيس انجينير وده دايما بيبقى ثابت. طبعا عندنا السيتنج الخاصة باللوكال يوزرز والباس فريز سيتنج، ولو محتاج كمان ان انا افعل الاكسترنال اوثنتيكيشن بالانتجريشن مع السامل او الاكتف دايركتري او ال داب ممكن افعل الاكسترنال اوثنتيكيشن واعملها انيبل من هنا، كمان يكون عندي 2 فاكتور اوثنتيكيشن ويعمل تراكنج البريفليج الخاصه بالرولز الخاصه بكل اليوزرز اللي موجودين على السي اس. طبعا الحاجه المهمه اللي هنا اللي هي الفيتشرز كي، ودي برضو ريستريكتد على الماشين ليفل واقدر اشوف كل الفيتشرز اللي انيبلد والتايم ريمينينج والاكسبيريشن ديت الخاص بيها
زي ما انتوا شايفين هي دي license features اللي موجودة، مكافي وسوفوس as antivirus engines. عندنا data loss والايميل encryption لل outbound email services والانتليجنت مالتي سكان عشان الانتي سبام والجراي ميل، وهنتكلم عنهم بالتفصيل ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه. الانكومنج ميل هاندلنج، الباونس فيريفيكيشن عشان يتاكد من سلامه الباونس ايميل مسجز. عندنا الفايل اناليسيز الخاصه بالساند بوكسنج، ولازم يكون معاه الفايل ريبيوتيشن الخاصه بالسيسكو امب. عندنا الايمج اناليسيز، عندنا الكلاود ادمنستريشن اللي هي متضمنة في السيسكو اس ام اي، وان انا اقدر اعمل ادمنستريشن للسي اس زي ما انتم شايفين كده. وعندنا الجراي ميل سيف انسبسكريبشن، ودي هنتكلم عنها في الجراي ميل فيديو ان شاء الله. دي على الماشين ليفل زي ما انتم شايفين التابة دي معظمها المود الخاص بيها هي الكلوستر، لكن في بعض الحاجات زي مثلا السمل، والسامل دي موجودة برضو على الماشين ليفل، ودي كونفيجريشن خاصة بالانتجريشن مع اي سامل سوليوشن زي الايجور اكتيف دايركتوري وزي الدو مالتي فاكتور اوثنتيكيشن، ودي ان شاء الله هنشوفها في الفيديوهات اللي جاية عشان نقدر نليفرج الاكسترنال اوثنتيكيشن عن طريق السامل او عن طريق الاكتيف دايركتوري. عندنا ال SSL configuration، عندنا ال disk management واللي من خلالها اقدر على المود الخاص بالماشين ليفل ان انا احدد لكل فيتشر عندي هتحتاج disk usage قد ايه وال current usage الخاص بيها قد ايه. طبعا السيرفيس دي disabled في الوقت الحالي لان احنا مفعلين ال centralized spam quarantine اللي من خلال ال SMA زي ما هنشوف ان شاء الله لما نفتح والنافيجيت الاس ام اي. عندنا كمان البوليسي والفيروس اوت بريك كارانتين، وده برضو هيكون موجود على الاس ام اي كسنترلايز مانجمنت، وريبورتنج برضو على الاس ام اي، وريبورتنج برضو على الاس ام اي، والتراكنج اقدر اشوفه على الاس ام اي بحيث ان انا اشوف صورة عامة بالنسبة للكلاستر كامل مش بالنسبة للماشين ليفل بس. طبعا لو انا عايز اشوف على مستوى الماشين فقط اقدر اشوف من خلال المونيتورنج تاب او المونيتور تاب على ليفل الماشين فقط لا غير. تعالوا نعمل ديسكفر كمان للنتورك، وهنا في اختلاف بسيط جدا ما بين السي اس وما بين الايميل سيكيورتي ابلاينس اللي هو فيزيكال او فيرتشوال، ان هنا بيبقى فيه سب تاب اسمها انترفيس وتقدر تتحكم في الانترفيس، انما السي اس ما تقدرش تتحكم في الانترفيس الا لو انت محتاج تعمل اضافة للاوت باوند انترفيس او البرايفت انترفيس اللي انت محتاج تستقبل عليه الاوت باوند ايميل مسجز من الاكستشينج الخاص بيك. طب ده اقدر اعمل له كونفيجريشن ازاي؟ انا اقدر اعمل ريكوست للسيسكو ايميل سيكيورتي تيم او السيسكو سي اس تيم، واقدر اقول له ان انا محتاج اعمل انترفيس عشان افعل عليه الليسنر الخاص بالاوت باوند ايميل سيرفيسز. طب ايه هو الليسنر؟ زي ما اتكلمنا في الفيديوهات اللي فاتت بيبقى على مستوى الكلوستر، وده اللي متكون من الهوست اكسس تيبل والريسيبيانت اكسس تيبل. طبعا بيبقى فيه اتنين ليسنر، واحد انكومينج وده موجود على الانترفيس داتا واحد، والاوت جوينج اللي موجود على داتا انترفيس رقم اتنين. طبعا انا ممكن افعل الانكومينج والاوت جوينج على نفس الانترفيس اللي هو داتا واحد لكن على بورتس مختلفة. في الوضع ده احنا عاملين تو انترفيسز، وعملنا ريكوست للسيسكو سي اس تيم ان احنا نعمل اوت جوينج او برايفت انترفيس بحيث يستقبل من الاكستشينج الخاص بينا من الاوفيس 365 ايميل مسجز على بورت 25 بورت. طبعا انا اقدر اضيف الليسنر اللي انا عايزه، لكن في الوضع الحالي او في الوضع النورمال انا محتاج تو ليسنر بس، واحد للانكومينج ايميلز وواحد للاوت جوينج ايميلز على وان انترفيس او تو انترفيسز with the same port اللي هو 25 الخاص بالاس ام تي بي. تعالوا كمان نشوف
الاس ام تي بي روت، اللي هو هنقدر نروت كل الايميل مسجز بالنسبه مثلا لسيسكو دوت كوم، هستخدم الدي ان اس عشان اقدر ابعت الايميلات لسيسكو دوت كوم او للميل اكستشينج الخاص بيه. بمعنى ايه؟ هنشوف ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه، عشان لما نضيف او نعمل انتجريشن ما بين السي اس وما بين الاوفيس 365 هنضيف هنا مايند اسبلويت دوت نت، وبعد كده نروته ل الميل اكستشينج الخاص بالاوفيس 365 او الهوست نيم بتاع الاكستشينج اللي موجود على الاوفيس 365 الخاص بمايند اسبلويت. عندنا كمان ديفرنت سيرفيسز زي الباونس بروفايل وزي الاس ام تي بي اوثنتيكيشن في حاله الاس ام تي بي اوثنتيكيشن مع اي اكستشينج سيرفر، الانكومنج ريلي لو في اي حد محتاج ان انا افعل الريلي او اكون ريلي لي، عندنا السيرتيفيكت، عندنا الكلاود سيرفيس اللي من خلالها اقدر اضيف الانستنس الخاصه بسيسكو ثريد ريسبونس او السكيور اكس عشان الانفستيجيشن، وده ان شاء الله نشوفه في الفيديوهات اللي جايه برضو. عندنا السكيورتي سيرفيسز، ودي في الكلاستر مود، ودي السكيورتي فيتشرز اللي اقدر افعلها او السكيورتي سيرفيسز عشان ابدا اليفرج الحاجات دي كلها في الايميل بوليسي او الميل بوليسي. عندي الدومين ريبيوتيشن، اتكلمنا عنها بالتفصيل في الفيديوهات اللي فاتت، الدومين ريبيوتيشن والانتي سبام، الانتليجنت مالتي سكان والجراي ميل، سوفوس انتي فيروس انجن والمكافي، فايل ريبيوتيشن والاناليسيس الخاصه بالسيسكو امب وثريد جريد، داتا لوس بريفنجن، عندي الاكسترنال ثريد فيدز، اليو ار ال فلترنج، بلوك بيج كاستمايزيشن، عندي الانكريبشن الخاص بالايميل، الايمج اناليسيس او البريك فلتر، سندر بيز الخاص بالريبيوتيشن الخاص باي دومين، عندي السكان بيهافير، عندي كمان السنترلايز سيرفيس اللي من خلالها اقدر افعل السنترلايز ريبورتنج والتراكنج من خلال الاس ام اي، وده بيبقى على ليفل الكلاستر. زي ما انتم شايفين احنا عاملين انيبل للسنترلايز سيرفيس وبنحول كل الحاجات دي للاس ام اي. كمان التراكنج وكمان السبام كورانتين والبوليسي والفيروس اوت بريك كورانتين. زي ما انتم شايفين كده احنا بنحول كل السبام كورانتين على الاي بي ده وعلى البورت ده، وكمان مفعلين السيف ليست والبلوك ليست الخاص باليوزر، هنشوفه ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه. والبلوك ليست بيعمل ديليت لكل المسجز، ممكن نقدر نعدل من الاديت سيتنج ان شاء الله هنشوفه في الفيديوهات اللي جايه. عندنا كمان البوليسي والفيروس اوت بريك كورانتين، دي بتبقى موجودة على بورت مختلف، وده بيروح برضو لل SMA. فالجزء اللي تحت ده Centralized Service الخاص بالربط ما بين ال CS ك Cluster وما بين ال SMA. عندي الميل Mail Policies، ودي اللي بيبقى فيها ال Incoming Mail Policies وال Incoming Content Filter وال Outgoing وال Outgoing Content Filter. عندي كمان الميل بوليسي والهات اللي هي الخاصة بالهوست اكسس تيبل، الميل فلو بوليسي، وعندي حاجات كتيرة اقدر اعملها زي الباونس فيريفيكيشن والدي ال بي والدومين كي والدي مارك دومين اوثنتيكيشن وغيره كتير. ان شاء الله نشوف الحاجات دي في الفيديوهات اللي جاية. تعالوا بينا ناكسس الاس ام اي. بكل بساطة احنا ممكن ناخد ال URL ده كوبي، او ممكن نجيب من السكيور دوكيمنت اللي جات لنا من السيسكو تيم ال URL الخاص بال SMA، لكن انا هنا مجرد ان انا هغير ESA واحد واخليه SMA واحد. طبعا لكل instance خاصة بأي organization من ال CS team بيدوله الرقم ده، بيبقى DH 162
27 ده بالنسبة لمايند سبلويت، انما الرقم ده بيتغير لأي كاستمر موجود. طبعا الاس ام اي برضو بيكون ليه 2 يوزر كريدنشال اللي هو ماينز 645 والباسورد الخاصة بيه، وكمان البارتنر ساس انجينير الخاص بالساسكو بارتنر. تعالوا نأكسس بالبارتنر ساس انجينير، ده الاولد جي او اي الخاص بالاس ام اي، وهو عباره عن المانجمنت ابلاينس اللي هو المانجمنت الخاص بالاس ام اي اتسلف، بيبقى فيه سيستم ادمنستريشن، بيبقى فيه النتورك تاب، واقدر اعمل كمان انتجريشن بكلاود سيرفيس عشان الانتجريشن مع السيسكو ثريت ريسبونس والسكيور اكس، وعندي سنترلايز سيرفيس اللي احنا شفناها في السيسكو سي اس، واللي من خلالها اقدر اضيف السكيورتي ابلاينس اللي انا محتاجه، اذا كان ايميل سكيورتي او اذا كان ويب سكيورتي. طبعا الاس ام اي يقدر يعمل سنترلايز مانجمنت للايميل سكيورتي ابلاينس او السيسكو سي اس، وكمان السيسكو كلاود ويب سكيورتي او ال دبليو اس اي كابلاينس او فيرتشوال ماشين. اقدر اضيف ايميل سكيورتي ابلاينس تاني زي ما انتم شايفين الاتنين اللي موجودين اللي احنا بنأكسس عليهم اي اس اي 1 و اي اس اي 2، الاتنين كلاستر مع بعض. طبعا اقدر اشوف السنترلايز سيرفيس اللي هي الخاصة بالايميل سبام، واقدر اعمل الكونفيجريشن، واقدر اعمل انيبل للحاجات اللي انا عايزها زي الاند يوزر كارانتين والسيف ليست وبلوك ليست. واقدر اعدل في السيتنج، وان شاء الله ده هنشوفه في الفيديوهات اللي جايه. عندي كمان سنترلايز ريبورتنج، وهي انيبلد باي ديفولت من سيسكو سي اس تيم. طبعا اول لما بيجيب السي اس او اول لما بنفعل السي اس وبنعمل له اكتيفيشن، بكل بساطه احنا بنشوف ديفولت كونفيجريشن من السيسكو سي اس تيم، وهي بتبقى عباره عن الحاجات اللي انتم شايفينها، وبيبقى كمان في السيسكو سي اس انكومينج كونتنت فلتر باي ديفولت، وكمان انكومينج ميل بوليسي باي ديفولت. بكل بساطه ممكن نعدل فيها زي ما انتم شايفين كده، دي حاجات باي ديفولت. تقدر كمان تضيف الحاجات الخاصة بيك، وان شاء الله هنشوفه في الفيديوهات اللي جاية. ودي الكونتنت فلتر اللي موجودة باي ديفولت في السيسكو سي اس. طبعا الايميل سيكيورتي ابلاينس مختلف، او الفيرتشوال ابلاينس بيبقى انستنس انت كاورجانيزيشن او البارتنر اللي بيعمل لك سبورت هو اللي يقدر يفيدك في الكونفيجريشن الخاصة بيه، ويقدر يعمل كل الحاجات دي، ما بيبقاش فيها كونفيجريشن خالص، بتعملها فروم سكراتش. عندنا كمان اوت جوينج ميل بوليسز، فالحاجات دي كلها موجوده باي ديفولت. نرجع تاني للاس ام اي، عشان احنا ضايفين سكيورتي ابلاينس اللي هو الايميل، فبيديني تابه اسمها ايميل، ولو دخلت عليها هلاقي الريبورتنج الخاص بالكلاستر بتاع الايميل ابلاينسز اللي موجودين ومتضافين وحاصل ليهم انتجريشن مع الاس ام اي. عندي كمان المسج تراكنج اللي اقدر من خلالها اشوف اي تراك لاي ايميل مسج جاي المايند اسبلويت يوزرز، وعندي المسج كارانتين اللي بيبقى فيها الاسبام كارانتين، ودي هيطلب مني ان انا ادخل على هايبر لينك مختلف، وزي ما انتم شايفين برضو ما كان موجود في السكيور دوكيمنت، وده موجود على اليو ار ال ده، واقدر الوجن بالكريدنشال الخاصه بالادمن. وزي ما هنشوف في الاند يوزر كارانتين ان انا اقدر كمان كل يوزر ياكسس السبام ايميل مسجز بتاعته فقط لا غير من خلال الاثنتيكيشن او من خلال ايميل نوتيفيكيشن. طبعا كمان البوليسي والفيروس، اقدر اضيف بوليسي كارانتين، دي زي الفولدرز بحط فيها
او بيضاف ليها اوتوماتيك اي كارانتين ايميل مسجز بيزد او حصل لها كارانتين بسبب اي سكيورتي فيوليشن. الاهم عندي في الاس ام اي هو النيو لوك الخاص بيه، والنيو لوك الخاص بيه برضو موجود على 4431، وده اقدر من خلاله الوجن بنفس الكريدنشال وهيكون عندي بلاتفورم او جي او اي غني جدا بالتفاصيل لاي ايميل مسجز، واقدر اعمل اكسبورت لاي ريبورت عندي او اي داشبورد او اي تفاصيل عندي بالبي دي اف او السي اس في. طبعا ده الميل فلو سامري. في الفيديوهات اللي جايه هوريكم ازاي نقدر ننافيجيت كل الحاجات دي بحيث ان احنا يكون عندنا صورة كاملة بيزد على الحاجة اللي انا عايزها. مثلا زي لو انا عايز اشوف اليو ار ال فلترنج اللي موجود ده، طبعا هيكون فيه معلومات قيمة جدا لما نعمل الكونفيجريشن. عندنا كمان ان انا اقدر اشوف كل الحاجات دي بالنسبة للاوت جوينج ايميل مسجز، واقدر كمان اشوفها على الكلوستر مش على الماشين ليفل زي ما كنا بنعمل في السي اس. اقدر اشوف تايم رينج، عندي تراكنج مهم جدا ان انا اعمل تراك لاي مسج انكومينج او اوت جوينج ايميل مسجز، عشان لو في ايميلز ما بتوصلش او حصل لها سكيورتي فيوليشن اقدر اشوف السبب بكل تفاصيل، وده هنشوفه ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه. عندي rejected connection، عندي الكورانتين واللي هو متكون من السبام كورانتين والبوليسي والفيروس outbreak guaranteed email message والسيف ليست والبلاك ليست. واقدر اشوف كمان الاذر كورانتين اللي هي الخاصة بالبوليسي فيروس and outbreak guarantees. ده النيو فاشن الخاص بالاس ام اي. عندنا برضو النيو فاشن الخاص بالسي اس، وده موجود على نفس اللينك لكن ببورت مختلف 4431، اقدر الوجن عليه نفس الكريدنشال. هو بيديني نفس الفيزابيليتي او نفس الشكل اللي بيديهوني الاس ام اي، لكن على مستوى الماشين ليفل اونلي. يعني ده هيديني كل التفاصيل الخاصة بالميل والكارانتين مسج اللي عملها فقط الايميل سيكيورتي رقم واحد. تعالوا بينا نعمل ريكاب سريع عشان نقدر نأكسس الايميل سيكيورتي. بنأكسسه من اليو ار ال ده، وده الاولد فاشن الخاص بالجي واي اللي من خلاله هنعمل كل الكونفيجريشن، وكمان ده ال SMA الاولد فاشن جي اي الخاص بي، وده النيو لوك اللي من خلاله هيديني شكل للريبورتات وشكل قيم جدا للديتا، واقدر اعرف كل المعلومات الخاصة بالكلاستر بتاعي في مايند اسبلويت. ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه هنبين ازاي نقدر نعمل كونفيجريشن ونستغل تو انستنس اللي هم سيسكو سي اس والاس ام اي عشان نقدر نعمل سكيور للايميل سيرفيس الخاصه بمايند اسبلويت. يا رب يكون الفيديو مفيد بالنسبه لكم، واشوفكم على خير.